إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. إن ديننا الإسلامي الحنيف الذي جاء ليتمم مكارم الأخلاق ويرفع قدر الإنسان ويرسم الصورة اللائقة لمكانة الإنسان أمام أخيه الإنسان في هذا الكون، واهتم بحقوق الناس وواجباتهم تجاه بعضهم البعض، وجعل لأهل الأعذار حقا وواجبا على سائر الناس، هذا الإسلام هو الدين الذي يحقق السعادة والتكامل لجميع البشر. ورسوله خير رسول صلى الله عليه وسلم، أرسل بالحق فسلم عليه الحجر والشجر، وقرآنه دستور ينبغي حفظه والعيش مع آياته والسور. فالجنة دار الإحسان. ولما كان حفظ القرآن ودراسته وفهمه والعيش مع آياته وسوره لزاما على كل مسلم، حتى ينهل من معين النعيم والسعادة في هذه الدنيا الفانية، كانت رسالتنا ودورنا في مسابقة الحساوي لذوي الاحتياجات الخاصة سبيلا وحظا لأهل الأعذار ممن امتن الله عليهم بالأجر العظيم في الدنيا فابتلاهم وثبتهم وأثابهم. وقد بيّنت الإحصاءات وجود ما يزيد عن 40,000 من ذوي الاحتياجات الخاصة في مجتمعنا الكويتي بشتى أنواع الإعاقات الحركية والذهنية وصعوبات التعلم، فهم بحق شركاء في شتى مناحي الحياة بما لهم من دور كبير وفعال في انطلاق مسيرة الكويت وازدهارها على مر التاريخ. إن من فضل الله تعالى على عباده الصالحين أن يوفقهم لعمل الصالحات وييسر أمورهم ويهيئ جميع الظروف للاستمرار في هذه الأعمال الصالحة، فلله الحمد والمنة، فهذه هي السنة العاشرة على التوالي لمسابقة المغفور له بإذن الله تعالى مبارك عبد العزيز الحساوي طيب الله ثراه. ولا شك أن مثل هذه المسابقات تساعد على تنمية شخصية المتعلمين من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتساعد على تكيفهم واندماجهم في المجتمع. وتعد مشاركة ما يقارب من 850 شخصا من ذوي الاحتياجات الخاصة بمسابقة المغفور له بإذن الله مبارك عبد العزيز الحساوي بفرعيها من إدارة مدارس التربية الخاصة وإدارة التعليم الخاص دليلا حاسما وأثرا كبيرا لتشجيعهم على الانخراط والاندماج في الأنشطة المجتمعية والمسابقات المختلفة، وتأكيدا لعدم تهميشهم بأي منح من مناحي الحياة بدولة الكويت. وقد حرصت مبرة المتميزين من خلال القائمين على مسابقة مبارك عبد العزيز الحساوي لذوي الاحتياجات الخاصة منذ انطلاقتها على مخاطبة مدير إدارة مدارس التربية الخاصة وكذلك إدارة التعليم الخاص للاشتراك بفعاليات المسابقة وللسنة العاشرة على التوالي، حيث شاركت المدارس التابعة لإدارة مدارس التربية الخاصة بفعالية بتوجيهات كريمة من السيد عبدالله العجمي مدير الإدارة، وكانت على النحو التالي: التربية الفكرية ابتدائي بنين وبنات، تأهيل التربية الفكرية بنين وبنات، مدرسة الوفاء بنين وبنات، المستوى الأول الأعمار من سن السادسة إلى الحادية عشرة، المستوى الثاني الأعمار من سن الثانية عشرة إلى الثامنة عشرة، السلوك التوحدي، مدرسة الأمل الابتدائية والمتوسطة والثانوية بنين، مدرسة الأمل الابتدائية والمتوسطة والثانوية بنات، مدرسة الرجاء الابتدائية والمتوسطة والثانوية بنين، مدرسة الرجاء الابتدائية والمتوسطة والثانوية بنات، مدرسة النور الابتدائية والمتوسطة والثانوية بنين، مدرسة النور الابتدائية والمتوسطة والثانوية بنات، الإعاقة المزدوجة بنين وبنات، روضة العطاء.
قال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال أيضا: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وقال أيضا: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. بلغ عدد طلب المشاركين في هذه السنة 163 طالب وطالبة، 5 إعاقات مختلفة موزعة حسب المدارس التالية: أكاديمية الكويت التعليمية، مدرسة منارات، مدرسة الأطفال المبدعين العالمية، مدرسة النبراس النموذجية، مدرسة دسمان ثنائية اللغة، مدرسة الكويت الإنجليزية قسم الوحدة الخضراء، أكاديمية نور لخدمات ذوي الاحتياجات. وقد حرص القائمون على تنظيم المسابقة لهذه السنة بشمول جميع أنواع الاحتياجات الخاصة وفتح باب المشاركة للجميع وزيادة عدد المكرمين سواء كانوا من الكويتيين أو الوافدين، ليرتفع عدد المشاركين عاما بعد عام، إيمانا منها بالحرص والتأكيد دوما على دمج وتأهيل تلك الفئات ضمن الكوادر الجديدة من الحافظين والحافظات. وهو ما سعى إلى تكريسه ورثة المغفور له بإذن الله العم مبارك عبد العزيز الحساوي لخدمة القرآن الكريم، اهتماما بتشجيع الجميع على حفظه وتلاوته وترتيله في مسابقة الحساوي، باعتبارها من أهم وأكبر الجوائز لتكريم حفظة القرآن الكريم في دولة الكويت. وكان تشجيع أبنائنا من ذوي الاحتياجات الخاصة هدفا للإقبال على كتاب الله ولتعزيز القيم الإسلامية في نفوسهم وتنمية قدراتهم للتعامل مع الآخرين والتكيف مع المجتمع والنمو في النواحي العقلية والاجتماعية والوجدانية بما تسمح به قدراتهم، لإكسابهم الثقة بالنفس وتنمية مهاراتهم واتجاهاتهم السلوكية. وقد راعت إدارة مسابقة الحساوي من خلال الأساتذة الموجهين المشرفين على المسابقة عند وضع الصور المقررة لكل فئة قدرات الطلبة ومستوياتهم، وحرصت أن تضع صورا مقررة لدى طلاب مدارس التربية الخاصة من خلال التوجيه الفني للتربية الإسلامية، بحيث تكون موحدة وثابتة ما بين المدارس الحكومية ومدارس التعليم الخاص، آملين في زيادة أعداد مدارس التعليم الخاص المشاركة في المسابقة بعد توفير المكان المناسب لاستيعاب تلك الأعداد الكبيرة من المدارس، بالإضافة إلى زيادة عدد لجان التحكيم التي تشرف عليها. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. كل ذلك جاء بهدف ربط النشء تعلما وتعليما وزيادة عدد الحافظين، وإيمانا بضرورة تفعيل دور القرآن الكريم في الحياة باعتباره السبيل للرقي والسمو والبناء، وبما يتوافق وأحكام الشريعة الإسلامية السمحاء، ليكونوا راية خفاقة ونبراسا وهاجا يتلألأ بنور القرآن الكريم. وما برة المتميزين الجهة المنظمة لهذه المسابقة المباركة متمثلة برئيس مجلس الإدارة السيد يوسف سالم نصمعي، تهدي القائمين على هذه المسابقة كل الحب والتقدير والشكر الجزيل، فمن لا يشكر الناس لا يشكر الله. فالشكر كل الشكر للسيد عبد الله حمد العجمي مدير إدارة مدارس التربية الخاصة، وكذلك الشكر موصول للسادة السيد عايد مطر الفضلي المنسق العام للمسابقة ومدير إدارة شؤون القرآن الكريم بمبرة المتميزين، الموجه الفني الأستاذ عبد الرحيم السرحان منسق مسابقة إدارة مدارس التربية الخاصة، الموجه الفني الأستاذ عبد الله الجنيدل منسق مسابقة التعليم الخاص. ختاما أسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا الإخلاص في العمل والتوفيق لكل من ساهم في إنجاز هذه المسابقة، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. في خدمة آي القرآن طوبى 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 يا
يا أهل القرآن.